43 21. قال الحسن وقال سمعت شعبة يقول. قال شعبة لم يسمع إبراهيم المسروق شيئا قط. طبعا هذا ليس ذما وليس إسقاطا، وهذا في علم الجرح والتعديل وفي علم الحديث، أنك تقول فلان لم يسمع من فلان، فهذا من باب بيان الدين. فكم من شخص يأتيني ويقول يا شيخ فلان يقول أنا من تلاميذ الشيخ علي الحلبي، فأقول له شيخنا تلاميذه بالمئات بل بالألوف، فهو رحمه الله كان رحالة في تعليم الناس، فهو لا يسكن ولا تهدأ باله حتى يتجول هنا وهناك ليعلم الناس، فتلاميذه بالألوف. ولكن إذا أردت التلميذ الملازم المتصل الذي ينقل علمه فهذا الشخص ليس منهم، وإذا أردت أنه حضر دروسه واحترم شيخنا وسمع منه فهؤلاء بالألوف، غير اللي على الأونلاين، غير اللي على كتبه. فلو أردنا أن نذكر ما ذكرت عن فلان لذكرنا ماذا؟ الألوف. لكن إذا أردت أنه لازمه واستفاد منه واستمر معه ونقل علمه فهذا الشخص الذي تسأل عنه ليس منهم. إذا تنبه إلى لم يسمع إبراهيم المسروق شيئا قط، فهذا ليس ذما وليس انتقاصا.